خلونا دلوقتي مشاهدينا نروح نصبح على زميلتنا في الاستوديو لميا عشان نعرف منها اخر احوال الطرق والشوارع والكباري في القاهره الكبرى. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك بسنت، صباح الخير عليك مصطفى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير عليكي. خليني اسالك الاول قبل اي حاجه عن صديق الطفوله بالنسبه لك، هم فين لسه؟ في بتتقابلوا ولا لا؟ خليني اقول لك الاول ان العالم كله بيحتفل في يوم 30 يونيو باليوم العالمي لاصدقاء الطفوله، وده لانه حاجه مهمه جدا في حياتنا، الحب الغير مشروط اللي ما فيهوش اي مصالح، حاجه كده بريئه بتبتدي معانا. الحقيقه انا ما كانش ليا حظ قوي ان انا اعمل صداقات من الطفوله، يعني طول عمري كانت صداقاتي بتبقى او علاقاتي بالناس سطحيه قوي، انما طيبه. لكن بالصدفه لما بلاقي حد ببعت لي على الماسنجر او يكلمني من مدرسه او الكليه بتبسط جدا، ودغري بسترجع بقى ايام المدرسه والفسحه، وكنا بنلعب ازاي مع بعض، وكنا بنقول ايه مع بعض. بس دي فرصه انك يعني ممكن تلاقي حد ناسياه، عايزه تفتكري حد معين. انا مش ناسيه، بس انا مش شاطره في عمل علاقات قويه ومتينه مع البني ادمين. انما بتبسط قوي، بتبسط قوي ان حد فاكرني وحد بيبعت لي وبيكلمني وبيقول بنشوفك وكده، فبيبقى حاجه حلوه قوي وحاله جميله، بتسترجعي كل الايام بتاعتك القديمه البريئه. صحيح. طيب مشاهدينا دلوقتي تعالوا بسرعه نستعرض قبل ما تنزلوا من بيوتكم على طول على اشغالكم، ونشوف الجوله المروريه اللي هنبص فيها على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي. هنبدأ جولتنا من القاهرة وبالتحديد من كوبري أكتوبر للمتجه لمنطقة رمسيس وغمرة، هنلاقي فيها سيولة مرورية. أما اللي مكمل أعلى الكوبري في اتجاه العباسية فهنلاقي كثافات بسيطة إنما غير مؤثرة على الحركة المرورية، لكنها بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك سيولة مرورية كبيرة، وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك صالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي. هنفضل مكملين لحد كوبري الروضة، وهناك برضو في بعض الكثافات، وبتظهر كمان كثافات مرورية للمتجه لمنطقة بين الجبلين وصولا ل 15 مايو، وده طبعا بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل، وكثافات مرورية كمان للمتجه لشارع عباس العقاد. ظهرت كمان كثافات أعلى دائري المرجل المتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه للأقاليم. كمان ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء. وناخد بالنا ان في تحويلات مرورية بالتزامن مع القيام بتنفيذ اعمال مشروع رصف مسطح كوبري سمير غانم في الاتجاه القادم من مناطق الطريق الدائري اتجاه محور نجيب محفوظ، وده هيكون لحد بكرة بس. نكمل جولتنا في شوارع الجيزة، وناخد بالنا ان الطريق الدائري القادم من اكتوبر لسه مغلق كليا في منطقة القوس الغربي المريوطية، مع غلق مطلع الدائري من طريق اسكندرية الصحراوي للي قادم من الاسكندرية وفي اتجاه ميدان الرماية، وده ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري والقادم كمان من مدينة السادس من اكتوبر. تم تحويل الحركة المرورية للطريق الدائري القادم من طريق الواحات، طبعا تم يعني اغلاق اعلى طريق اسكندرية الصحراوي للنزول لنفق حازم حسن ومنه لطريق اسكندرية الصحراوي، واستخدام محور 26 يوليو أو محور رود الفرج، وفي برضو الطريق السياحي بديلا عن الطريق الدائري. وناخد بالنا أنه تم غلق كلي لمنزل كوبري أحمد عرابي في اتجاه المؤدي لطريق الدائري ونفق أحمد عرابي، وتم إجراء بعض التحويلات المرورية. وناخد بالنا كمان من غلق ميدان سفنكس، ثم إجراء يعني مجموعة من التحويلات المرورية لتفادي حجم الكثافات، وده طبعا ما أثر على شارع جامعة الدول العربية ومسبب لبعض الكثافات هناك. أما المحور المتجه لكوبري أكتوبر في سيولة مرورية. لو كملنا كمان في شارع الهرم هنلاقي فيه كمان كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، وظهرت كمان كثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين لحد منطقة الطلبية. كثافات كمان للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل في منطقة الطوابق لحد العشرين. كمان ظهرت كثافات مرورية تانية في شارع السودان لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت في كثافات مرورية بتبتدي طبعا تزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. نروح لمحافظة الأليوبية القادم من الزراعي، بتظهر عليه كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي، وده بسبب زيادة أحمال السيارات.
في الاتجاه طبعا اللي قادم من الاقاليم وصولا للقاهره، بيشهد الاتجاه الاخر كثافات متقطعه وسط طبعا متابعه بصفه دوريه لحركه سير السيارات لسحب اي كثافات مروريه ممكن تظهر على الطريق لمنع ظهور اي زحام مروري للمركبات. لكن اللي قادم من الزراعي متجه للدائري سواء الجيزه او المرج في سيوله مروريه ما عدا بعض الكثافات البسيطه اللي غير مؤثره بشكل كبير على حركه المرور. اما اللي قادم من منطقه الدلتا ومستخدم طريق شبرا بنها الحر ومتجه لمناطق شرق القاهره والتجمع يفضل استخدام محور الفريق العصار مرورا بالشارع الجديد بشبرا الخيمه. نكمل جولتنا المرورية ونروح لحد بورسعيد، وبالتحديد في شارع أوجينا هنلاقي هناك سيولة مرورية. لو كملنا ونروح لشارع جمال عبد الناصر بيشهد كثافات مرورية إنما نسبية وبسيطة، هتبتدي تقل أكتر لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو ونروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية. ومن طرح البحر هندخل على شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية كبيرة مكملة لآخر الشارع. كده خلصت نشرتنا المرورية. خلينا ناخد بالنا كمان انه في شبورة النهاردة الصبح بدري او بالليل متأخر، نراعي التعليمات المرورية علشان نوصل مصالحنا بألف سلامة. نرجع مرة تانية لمصطفى وباسانت نبدأ معاهم فقراتنا النهاردة. شكرا لك يا لمي.